نحن موجودين مستر بست. كيفك سير بست؟ الله يخليك وسلامتك، شلونك؟ ممتاز. شو فكرتك؟ فكرتك؟ فكرتي بصراحة عبارة عن تطبيق سوفت وير وهاردوير، يعطي صاحب التطبيق إمكانية إنه يتحكم بتشغيل بتشغيل أجهزة المنزل، أو إذا يريد يطفيهم مثلاً هو مثلاً بالبيت أو خارج البيت. يعني خلينا نشرح أبسط بطريقة أبسط. الجهاز هو عبارة عن تابلت اللي هو مثلاً كمبيوتر لوحي، خلينا نقول مثل الآيباد أو الجوجل أندرويد M700. هذا ينحط بالبيت وينزل عليه التطبيق، وراح عن طريق اتصال لاسلكي أو وايرلس يتصل بجهاز آخر اللي هو اسمه الوايرلس سويتش، اللي هو جهاز ينحط بالقابس الكهربائي، والواير طالع من أي جهاز آخر من المزق، خلينا نقول التلفزيون، ينحط بهذا الوايرلس سويتش. فتقدر تتحكم من الكمبيوتر اللوحي أو التابلت بتشغيل أو إطفاء هذه الأجهزة. وأيضا إذا عندك سمارت فون أو الهواتف المحمولة الذكية مثل الآيفون أو الـ HTC أندرويد أو النوكيا لوميا، تقدر تنزل التطبيق من الإنترنت، وأنت بأي مكان عندك إنترنت اتصال الإنترنت تقدر تدخل على السيستم اللي هو المنزل المنصب على الكمبيوتر اللوحي، ومنك تقدر تتحكم بالأجهزة مال المنزل تطفيها وتشغلها. طبعا فيها فيتشرز او خصائص بعد اكثر، خلينا نقول مثلا تعمل يوزر اكاونت، او خلينا نقول حساب اللي عدد الاشخاص الذي يقدرون يتحكمون به عن بعد. وبعد عندنا البروفايلز او الوضعيه، مثلا اذا تريد تخليه على وضعيه سفر، انت مسافر او انت بالبيت، انت ما 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 ما, ما حاجه انه تشغل التلفزيون يكون على ستاند باي، او خلينا نقول بس ما تفيد بالريموت. انت تحتاج الثلاجه تشتغل بس ما تحتاج التلفزيون يشتغل، ما تحتاج اللايت يشتغل او البويلر، فا اوتوماتيكلي يعني تلقائيا راح يطفي هاي الاجهزه، والاجهزه الضروريه تبقى مشتغله. وان شاء الله يعني نخلي بعد عندي افكار اخليها طبقه بعد ان شاء الله. وممكن نستعمل هذا التطبيق يعني في اي محل؟ طبعا تقدر، لانه الاتصال ما دام عندك سمارت فون او هاتف ذكي وعليه تطبيق وعندك اتصال انترنت، تقدر تستخدمه يعني عالميا، يعني نظريا من اي مكان تقدر تستخدمه. هذا التطبيق بيشتغل بالعراق هلا؟ طبعا، لانه الانترنت مستخدمي الانترنت بالعراق كلش هوايه، وظاهرة انتشار الهواتف الذكيه والكمبيوتر اللوحي والتابلت يعني كلش منتشر، يعني خلينا نقول صاير مثل الترند او الموجه او التيار يعني حاليا بالعراق بين الشباب خاصه. وايضا عندنا ثلاث شركات اللي هي كورك وزين واساسيل، وايضا اكو موبيتيل، دول يستخدمون يعني عندهم خدمه الانترنت متوفره على شكل جي بي ار اس وايدج و3 جي. فيعني اكو ماركت كلش زين بالعراق، وانا حق البرزنتيشن ذكرت انه انا استهدف 2% من السوق العراقي، ومع ذلك يعني حيكون عندي نسبه بروفيت كلش عاليه، خلينا نقول نسبه ارباح. ممتاز. عندك بروتوتايب هلا؟ بروتوتايب او نموذج ما عندي بصراحه، لان كان قبل كم اسبوع من الموعد النهائي لهذه المسابقة أنا دريت فيه، فما كان عندي مجال. وحقيقة بناء هذا النموذج أو صنعه يحتاج فترة ما بين 6 إلى 8 أشهر على الأقل، وإن شاء الله أنا ناوي عندي مستقبل ناوي إنه أبدي أشتغل به وأصنع حيث أشتغل. وكيف كان الجست؟ الجست بصراحة يعني خلينا نقول حدث نقلة نوعية بالنسبة لي، لأنه بصراحة تعرفت على هواي ناس كلهم يعني ناس غير عاديين، يعني عن طريقة الخبرة اللي عندهم وعن طريقة أفكارهم والعلم اللي عندهم،
يقدر يشجع يعني يشجع الإنسان إنه يطور من أفكاره وينقل أفكاره أو عمله إلى مرحلة متقدمة. يعني مثلا الناس اللي أعطونا محاضرات بهالثلاث أيام يعني كلهم ناس يعني لهم باع طويل جدا وخبرة, يعني ناس مو ناس عادية. يعني أنا تعرفت على ثلاثة منهم يشتغلون بالسيليكون فالي اللي هي يعني قبلة التكنولوجيا والإنفورميشن تكنولوجي بالعالم. يعني أنا حتى إذا ما طلعت من أول خوات خمسة أو مركز أول, أنا كلش فرحان إنه شاركت بهذا الحدث. يعني خبرة وإكسبرينس كلش شوية شوي إن شاء الله. والله شكرا كثير. شكرا لك, و ان شاء الله كل النجاح والتوفيق. شكرا.